كده تتمناها في الدوري اللي جاي؟ ان الاهلي ياخد الدوري. عايز فار عشان زينا من التحكيم، سواء الاهلي او الزمالك كله بيتكلم ان في مشاكل وبتاع، فاهم؟ فاحنا عايزين الدنيا تبقى فير للدنيا كلها. اتمنى الاهلي ياخد الدوري برضه، الجمهور يرجع المدرجات تاني. اتمنى الانتظام وعوده الجماهير. اتمنى تبقى في فرقه اكتر بتنافس على الدوري، وجود بيراميدز اعتقد ان هو قوي الدوري. ان حد غير الاهلي او الزمالك يبقى مرشح للدوري. طبعا انا اتمنى ان الاهلي ياخد الدوري زي كل سنه، يعني دي حاجه طبيعيه. التحكيم المصري يتعدل شويه. والله اتمنى لهم النجاح والموفقيه، واتمنى من الجماهير المصريه تحضر الماتشات كلها. وانا كشخص عراقي بتمنى، مش الشعب المصري، الشعب المصري والوطني العربي كله بيحضر.